أجمل ترحيب لجميع المتابعين في بيت للكل. نحن كثير مستمتعين في شارع المتنبي في هذه الأجواء الحيوية الرائعة، ويسعدنا الترحيب بالباحث والمؤرخ العراقي الدكتور علي النشمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. نحن اليوم في شارع المتنبي، ويحمل هذا الشارع الكثير من المعاني، والشاعر أبو الطيب المتنبي شاعر حكيم ويعتز بعروبته. لنتحدث بداية، لماذا المتنبي علق في أذهان الجميع دون غيره من آلاف الشعراء؟ ما الذي يميز أبو الطيب المتنبي؟ لا، المتنبي هو في حد ذاته رمز، لأنه أولا هو اختلف عن كل الشعراء السابقين واللاحقين. كل الشعراء الصيغة المعروفة عن الشاعر هو متكسب، مادح، يتقرب، يتزلف، يتواضع حتى الإفاضة، لكن المتنبي كان رمزا، وكان عندما حتى عندما يمدح يرتفع إلى السماء، بحيث عندما يمتدح الممدوح يرى نفسه أنه فوق السماء، ولذلك دائما كان يضع نفسه في مستوى المادح. هذا من جانب. ثانيا، المتنبي لم يمتدح من أجل فتات الدنيا جارية أو عشرة من الإبل. المتنبي كان يعد نفسه صديقا وصنوا لمن يمتدحه، وبالتالي كان يبحث عن منزلة بنفس كأنما يمتدح واحدا من خاصته أو المقربين إليه. ثالثا، أن المتنبي يمثل اللغة العربية الجزيلة، حتى أنه استخدم تعابير عربية لم تستخدم في زمانه، كانت تستخدم في الشعر الجاهلي. ثالثا، المتنبي كانت استخدم كل أغراض الشعر في هذا، ولهذا أخذ منزلة. رابعا وهو الأهم، أن المتنبي كان حكيما وكان فيلسوفا، بحيث لأول مرة ترى فيلسوف يضع فلسفته وحكمته في شعره، لذلك دائما يبتدئ قصائده بحكمة تدل على تجربة عظيمة في الحياة، وبالتالي أخذ منزلته. ولهذا كل الشعراء كانوا يتبرقعون ببرقع المتنبي حتى يأخذون شيئا من صفاته.